بعد 7 سنوات على احتلال مدينة ميلبورن الأسترالية المركز الأول بين المدن الأكثر رفاهية للعيش، ذهب المركز هذا العام إلى مدينة أخرى ألا وهي العاصمة النمساوية فيينا، لتصبح ميلبورن في المركز الثاني بحسب المؤشر العالمي لرفاهية العيش الذي وضعته وحدة إيكونومست إنتليجنس. وساعد تراجع التهديد بشن هجمات إرهابية في أوروبا الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب الأول. وبالرغم من اعتراف التقرير باستقرار الأوضاع في سوريا إلا أنه أصر على وضع العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأولى بقائمة أسوأ المدن حول العالم من حيث جودة الحياة. وقد عزى التقرير ذلك للتأثير السلبي للصراعات في المنطقة الذي انعكس على البنى التحتية والظروف الصحية والتعليمية وغيرها. وجاءت في القائمة بعد فيينا وميلبورن مدينة أوساكا في اليابان وكالغري في كندا، ثم سيدني في أستراليا وفانكوفر وتورنتو في كندا، ثم طوكيو في اليابان وكوبنهاغن في الدنمارك وإيدليد في أستراليا. أما في قائمة أسوأ المدن للعيش في العالم فجاء بعد دمشق كل من داكا في بنغلاديش ولاغوس في نيجيريا وكاراتشي في باكستان وبورت مورسبي في بابوا غينيا وهراري في زيمبابوي. ويشمل هذا المسح 140 مدينة عالمية ويبني نتائجه على 5 معايير رئيسية يحوي كل منها مؤشرات فرعية كمستوى الاستقرار والتعليم والخدمات الصحية بالإضافة للبنية التحتية والعوامل البيئية وغيرها.